الأسبرين رحمة تثمرها أوراق الصفصاف. استعمله الإنسان منذ آلاف السنين، لكنه لم يشرع في تصنيعه وتسويقه إلا مع نهاية القرن التاسع عشر، ليصبح اليوم واحدا من أكثر الأدوية رواجا حول العالم، متمتعا برخصة البيع دون وصفة طبية في كثير من الدول. تداوى به الإغريق والفراعنة والسومريون، ثم أدخله الأوروبيون إلى مختبرات الصيدلة فأنتجوه على شكل مستحضر دوائي، سوف يكون من بين غنائم المنتصرين على ألمانيا في الحرب العالمية الأولى، بعدما كان أسبرين عنوانا لأحد فصول الصراع المرير بين فرنسا وألمانيا قبل اندلاع الحرب، يسكن الآلام ويخفف الصداع ويتحول تدريجيا مع تطور البحوث العلمية إلى رفيق شبه دائم لمرضى النوبات القلبية وكبار السن، كما لا تعتبر آثاره بعيدة عن محاولات الإنسان علاج أمراض السرطان. اسمه التجاري أسبرين، لكنه في الأصل مستحضر استكشفه الإنسان في أوراق الشجر الصفصاف ونبتة إكليلية المروج. ورغم خضوعه لاختبارات الكيميائيين والصيدليين، فإنه ظل أكثر من مجرد دواء، بل مصدرا لمفعول شبه سحري لا تكفي التفسيرات العلمية لاستجلائه. كان هي وظيفته المتمثلة في تسكين الآلام وخفض الحرارة جعلت الكثير من الدول ترخص بيعه دون الحاجة إلى وصفات طبية، مع استثناء الحالات التي يكون فيها المريض قد خضع مسبقا لعملية جراحية أو مصابا بأمراض مزمنة محددة. كان أطباء العصور القديمة يستعملون مسحوق لحاء شجر الصفصاف لعلاج الحمى وخفض حرارة الجسم، ولم يعرف الإنسان سر ذلك إلا في العصر الحديث، حيث تمكن العلماء من التعرف على مركب الساسيليك الذي سيتطور ليصبح دواء الأسبرين الشهير بعد إدخال بعض الإضافات عليه. بات مستحضر أسيد أسيتيل الساليسي الاسم العلمي للأسبرين، الوصفة السحرية التي يلجأ إليها الإنسان منذ أكثر من قرن من الزمن لتخفيف آلامه وخفض حرارة جسمه. وظهر هذا العلاج أول مرة في فرنسا منتصف القرن التاسع عشر، لكنه لم يتطور وقتها ليصبح عقارا واسع الانتشار، بل نسي أمره أكثر من 40 عاما قبل أن يعيد اكتشافه عالم كيميائي ألماني كان مستغرقا في البحث عن دواء يخفف آلام والده الناتج عن التهاب المفاصل. في الاكتشاف الأول جرب الكيميائي الفرنسي تشارلز فريدريك فون جيرتهارت مركب أسيد أسيتيل ساليسيليك لأول مرة، وذلك سنة 853 في مختبره داخل جامعة مونبلييه. ورغم النتائج التي حققها المركب الجديد، فإن الكيميائي الفرنسي لم يؤمن أنه تمكن بالفعل من تطوير عقار الساليسين الذي كان شائع الاستعمال ويستخلص من نبتة الصفصاف ونبتة إكليل المروج. بعد 40 عاما، أي سنة 1893، قام الكيميائي الألماني فيليكس هوفمان بتجريب جميع العقاقير المتداولة وقتها لتخفيف آلام والده الناتجة عن روماتيزم المفاصل، قبل أن يتوصل إلى مركب أسيد أسيتيل الساليسيليك ويفاجأ بمفعوله شبه السحري على والده. كان فيليكس هوفمان يعمل في مختبرات شركة فاربن فابريكن باير الدولية، الذي لم تتأخر في الشروع في تصنيع الاكتشاف الجديد، مستخلصة إياه من نبات إكليلية المروج، واخترعت له اسما يبدأ بحرف A اللاتيني الذي تبدأ به كلمة أسيتيل، ثم كلمة سبير المقتبسة من الاسم اللاتيني للنبتة، وأضافت إلى الاسم الجديد عبارة N التي كانت أسماء الأدوية تنتهي بها عادة في ذلك الوقت، ليولد لأول مرة اسم أسبرين. بدأ تسويق الأسبرين لأول مرة سنة 1899، وكان على شكل مسحوق قبل أن يتطور شكل تسويقه ليصبح على شكل أقراص بعد 11 عاما، وسجلت شركة باير الألمانية حقوق تصنيع أقراص الأسبرين باسمها في بداية الحرب العالمية الأولى. لكن هذا الاكتشاف الساحر سوف يكون ضمن بنود الجزاءات التي فرضت على ألمانيا إثر هزيمتها في تلك الحرب العالمية الأولى، حيث اعتبرت هذه العلامة التجارية جزءا من التعويضات التي أجبرت ألمانيا على دفعها لخصومها الغربيين بموجب اتفاقية فرساي التي وقعت في يونيو حزيران 1918.
وأصبحت بذلك حقوق تصنيع هذا الدواء ملكا لكل من فرنسا، بريطانيا، روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. اتفاقية لم تكن لها من جدوى سوى تجريد الشركة الألمانية من حقوق تسويق الأسبرين، حيث اختلفت الشركات التابعة للدول المنتصرة حول تقاسم هذه الحقوق، لتنتهي منازعات قضائية بين هذه الشركات باعتبار دواء أسبرين حقا مشاعا لا يمكن لأي شركة احتكاره. وبالتالي بات هذا العقار ملكا عموميا للبشرية، شريطة تسويقه باسم مختلف عن الأسبرين المسجل ملكيته لصالح الشركة الألمانية. وهو ما يفسر عبارة الأسبرين الحر التي تستعمل لوصف هذا الدواء. يعود مصدر الخلاف إلى كون شركة باير الألمانية كانت قد سجلت أسبرين كعلامة تجارية خاصة في كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، بينما لم تسجل في فرنسا سوى ملكية الاسم. وفي ديسمبر من نفس السنة أي 1918 بيعت حقوق تسويق أسبرين في الولايات المتحدة في المزاد العلني مقابل 5 ملايين دولار، وجرى البحث أيضا في بريطانيا في أوت 1919، بينما فتحت العودة التدريجية للمبادلات التجارية بين فرنسا وألمانيا باب حروب تجارية وقضائية بين الشركات المسوقة للأسبرين، وقد استمرت هذه المعركة حوالي قرنا كاملا. لتسترجع شركة باير الألمانية حقوق ملكيتها لعلامة الأسبرين مع نهاية القرن العشرين. يعرف الأسبرين بأنه عقار يخفض الشعور بالألم وحرارة الجسم، كما يقلل من خطر تجلط الدم، ويفسر علميا هذا المفعول السحري للأسبرين بكونه يمنع نشاط إنزيم سايكلو أوكسيجيناز الذي يتسبب في تكوين البروستاجلاندين الذي يعتبر مسؤولا عن الشعور بالألم والالتهاب. ينتمي الأسبرين إلى نوع المسكنات غير المخدرة، أي أنه لا يؤدي إلى الإدمان، ويفسر علميا سر الأسبرين في إزالته للألم بمنعه تصنيع مواد بروستاجلاندين، وذلك عن طريق منع إنزيم سايكلو أوكسيجينيز المسؤول عن تصنيعها. ومع مرور الوقت وتوالي الأبحاث اكتشف الباحثون أن هذه المادة الفعالة التي تسمى حمض سالسيليليك ذات الاستخدامات كثيرة مثل خفض الحرارة ومضادة الالتهابات وعلاج الروماتيزم ولزيادة إخراج حمض اليوريك. ومن الاستعمالات الشائعة للأسبرين أخذ جرعات تصل إلى 300 ملغرام بهدف تسكين الألم وخفض الحمى والتورم والصداع بأنواعه وألم الأسنان وآلام الدورة الشهرية والرشح، فيما تستخدم الجرعات المخفضة من الأسبرين حوالي 75 ملغرام كمضاد للصفائح الدموية، أي أنه يجعل الدم أقل قابلية للتجلط، لكن ذلك يقع تحت رقابة طبية في حالة الإصابة بالنوبات القلبية والذبحات الصدرية والسكتات الدماغية. إلزامية الخضوع للرقابة الطبية في بعض الحالات تفسرها الآثار غير المحمودة للأسبرين على الأشخاص المتميزين ببعض الخصوصيات، كمثل المصابين بالربو أو الحساسية للأسبرين أو الذين يعانون من قرحة المعدة وارتفاع ضغط الدم. بينما يعتبر استعمال الأسبرين لعلاج الأطفال شبه محظور ولا يرخص به إلا تحت الوقاية المباشرة للطبيب وفي حالات محددة. ويحذر الأخصائيون من بعض الآثار الجانبية لاستعمال الأسبرين، منها تسببه في عسر الهضم حيث يؤدي إلى خلل في النظام المتحكم في عمل كل من المعدة والأمعاء، كما يمكن للأسبرين أن يسبب نزيف الأمعاء وقرحة المستقيم، إلى جانب الشعور ببعض الغثيان وتقلصات في البطن والمعدة. في مقابل ذلك بات مرضى النوبات والسكتات القلبية والدماغية ينصحون باستخدام الأسبرين بشكل يومي باعتباره منقذا محتملا، خاصة للأشخاص الذين خضعوا للجراحة، إلا أن هذا الاستعمال المفرط قد يؤدي إلى نتيجة عكسية، حيث يمكن أن يتحول سيلان الدم إلى نزيف كبير، مما يجعل رحلة مصاحبة الأسبرين محفوفة بالمخاطر. كبار السن بين مطرقة الأزمات القلبية وسندان النزيف. في دراسة حديثة نشرتها مجلة Annals of Internal Medicine للمتخصصة، قالت إن استخدام الأسبرين يقلل من مخاطر التعرض لأمراض القلب، خاصة في صفوف الفئات التي توصف طبيا بكونها معرضة أكثر من غيرها لهذه الأمراض. وخلصت هذه الدراسة إلى أن فوائد الأسبرين تفوق بكثير أضراره المحتملة، حيث يعتبر تهديد حالة النزيف لحياة الإنسان أقل بكثير من تهديد الأزمات القلبية.
استعمل الباحثون الذين أنجزوا هذه الدراسة المنشورة سنة 2019 بيانات أكثر من 245 ألف شخص، كلهم بالغون تتراوح أعمارهم بين 30 و 80 سنة. أجريت هذه الدراسة في نيوزيلندا وخلصت إلى أن أكثر من 12% من الرجال و2.5% من النساء ممن لا تاريخ لهم مع أمراض القلب جنوا فوائد صحية من استهلاك الأسبرين لمدة 5 سنوات. في المقابل من ذلك، تشير دراسات أخرى إلى الخطر الكبير الذي يمثله الأسبرين على كبار السن، حيث يزيد من احتمال الإصابة بنزيف داخل الجمجمة. ويوضح الدكتور أميت خيرة الذي ساعد في كتابة أحدث الإرشادات الصادرة عن جمعية القلب الأمريكية والكلية الأمريكية لأمراض القلب بخصوص الأسبرين، أن الأمر لا يتعلق بنزيف بسيط عبر الأنف، بل بنزيف داخل الجمجمة يتطلب دخول المستشفى. وكشفت دراسة جرت في بريطانيا أن الأسبرين آمن للمرضى الذين يعانون من جلطات ناتجة عن نزيف المخ، أو يمكنهم تناوله للتقليل من نسبة تعرضهم لجلطات في المستقبل. وقد وجدت هذه الدراسة التي أجراها معهد لانسيت للأبحاث أن الأسبرين لا يزيد من خطر حدوث نزيف جديد في المخ، بل إنه بالعكس يمكن أن يساهم في تقليل النزيف لدى المرضى. وشملت هذه الدراسة 537 حالة في المملكة المتحدة تعرضت لنزيف في المخ وكانت بحاجة لجرعات من مضادات التخثر بما فيها الأسبرين، واختار الفريق نصف هؤلاء المرضى بشكل عشوائي للاستمرار في تناول الأسبرين بعد توقف قصير عن تناوله في أعقاب حدوث نزيف المخ، بينما طلبوا من النصف الآخر التوقف عن تناوله. وخلال 5 سنوات استمرت خلالها الدراسة، عانى 12 مريضا ممن استمروا في تناول الأسبرين من نزيف آخر في المخ، بينما عانى 23 مريضا من النصف الثاني الذين توقف عن تناول العقار من نزيف المخ. وخلص الخبراء أن هذه الدراسة لا تؤكد أن تناول الأسبرين يمنع نزيف المخ، لكنها تؤكد وجود رابط بين العقار وتقليص احتمالية حدوث النزيف، كما أنها لا تؤكد أن تناول الأسبرين آمن بشكل عام. يقول الدكتور كارول واتسون، أستاذ أمراض القلب في جامعة كاليفورنيا، إن الأسبرين هو واحد من تلك الأشياء التي كانت موجودة منذ وقت طويل حتى قبل أن تكون هناك تجارب سريرية أو أي نوع من المعرفة العلمية. ويقول ديار مويد جيفرز، مؤلف كتاب الأسبرين قصة الدواء العجيب، إن قدماء المصريين كانوا يستخدمون قشرة الصفصاف كعلاج للآلام والأوجاع، لكنهم لم يكونوا يعرفوا آنذاك أن ما كان يخفض درجة حرارة الجسم والالتهاب كان حمض الصفصاف. وأتت كتب أبوقراط الطبيب اليوناني الذي عاش بين سنتي 460 حتى 377 قبل الميلاد على ذكر تلك المادة، وفيها أن أوراق الصفصاف يمكنها تخفيف الآلام والحمى. ويعيد الباحثون عمر الأسبرين إلى آلاف السنين قبل الميلاد من خلال استخدام مصادره النباتية الطبيعية للأغراض نفسها التي يستعمل لها العقار حاليا. ويمكن تلخيص المسار التاريخي للأسبرين بالشكل التالي: بين سنتي 3000 و1500 قبل الميلاد كان نبات الصفصاف يستخدم من طرف بعض الحضارات القديمة في التداوي والتخفيف من الآلام، منها الحضارتان الفرعونية والسومرية، وتشير بعض النصوص الفرعونية القديمة إلى هذا النبات كمسكن للآلام. سنة 400 قبل الميلاد يظهر نبات الصفصاف في مخلفات الطبيب اليوناني أبوقراط، حيث كان يقدمه كدواء للمرضى على شكل شاي، ويستعمل بشكل خاص للتخفيف من آلام الولادة عند النساء. أما في سنة 1763 ميلادية نشرت الجمعية الملكية تقريرا مفصلا يتضمن نتائج 5 سنوات من التجارب العلمية في استخدام نبات الصفصاف بعد تجفيفه وسحقه لعلاج الحمى. في سنة 1828 نجح جوزيف بوكنر، أستاذ الصيدلة في جامعة ميونخ الألمانية، في استخلاص مادة فعالة من نبات الصفصاف، وأنتج منها بلورات صفراء اللون أطلق عليها اسم ساليسين. في سنة 1830 ميلادية تمكن الصيدلي السويسري يوهان باجشتيتشر من استخلاص مادة ساليسين من نبتة إكليلية المروج، ثم تأكد ذلك من خلال توصل الباحث الألماني كارل جاكوب لويج للنتيجة نفسها. سنة 1853 ميلادية تمكن الكيميائي الفرنسي تشارلز فريدريك جيرهارت من تحديد التركيبة الكيميائية لحمض الساليسيليك، وذلك من خلال حمض الصفصاف. في سنة 1876 إنجاز أول تجربة سريرية أثبتت أن الساليسين
يساعد على الشفاء من الحمى والتهاب المفاصل لدى مرضى الروماتيزم. في سنة 1897 تمكن الكيميائي الألماني فيليكس هوفمان من خلال أبحاثه داخل مختبرات شركة باير الألمانية التي كان يعمل لصالحها من إعادة استكشاف حمض الساليسيليك مع إدخال تعديلات تخفف من آثاره المهيجة. في سنة 1899 ميلادية أصبح حمض الساليسيليك يدعى الأسبرين على يد شركة باير الألمانية. في سنة 1950 دخول عقار الأسبرين إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكثر الأدوية رواجًا وبشكل دائم على صعيد العالم. في سنة 1971 ميلادية قام جون فاين أستاذ علم الأدوية بجامعة لندن بنشر دراسة توضح كيفية عمل عقار الأسبرين، وهو الباحث الذي سيحصل في وقت لاحق على جائزة نوبل. في سنة 1974 ظهور نتائج أول تجربة لاختبار مساعدة الأسبرين في الوقاية من الوفاة بنوبة قلبية، رغم أنها كانت نتائج غير حاسمة من الناحية الإحصائية. سنتي 1991 و1993 ظهرت نتائج دراسات علمية حول مساهمة الأسبرين في الوقاية من السرطان. وفي سنة 1997 ظهور نتائج دراسة اختبرت مفعول الأسبرين على قرابة 20,000 مريض يعانون من السكتة الدماغية، حيث ظهرت تأثيرات وإن كانت صغيرة للأسبرين في الحد من المخاطر. في سنة 1998 أظهرت نتائج دراسة علمية أن الأسبرين يحد من الأزمات القلبية عند مرضى ارتفاع ضغط الدم. في سنة 2005 كشفت دراسة علمية أن الأسبرين يساعد في الوقاية من السكتة الدماغية في تجربة اختصت بصحة المرأة، حيث تأكدت فعالية الأسبرين دون الرفع من خطر الإصابة بالنوبات القلبية. في سنة 2011 كشفت دراسة جرت عبر تجارب سريرية على مدى 5 سنوات أن المرضى الذين تناولوا الأسبرين بانتظام انخفضت لديهم نسبة الوفاة بسبب السرطان بنسبة 44%. في سنة 2014 أثبتت دراسات علمية أن الاستخدام طويل الأمد للأسبرين له نتائج إيجابية على خفض احتمال حدوث سرطان الأمعاء والمعدة.